السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة حابة أكلمكم عن قطتي. كان عندي قطة وكبرت وبقت حامل، وبعدين النهاردة رجعت من الشغل لقيتها ولدت، وهي بصراحة ولدت على السرير، لأن ده المكان اللي كانت تحب تقعد جنبي. فأنا نقلت بسرعة، نقلت كل حاجة وحطيتها في طبق البلاستيك ده، وكان يدوب هي انا شفت تقريبا تلاتة اللي هم معاها كده في الصورة. سبتها في مكان هادي وخليتها ايه تكمل، لان بتبقى ساعات ممكن طول اليوم تجيب اتنين او تلاتة، يعني هي مثلا كانت جايبة تلاتة، ممكن بقية اليوم تكمل بقى تجيب واحد كمان زيادة او اتنين.
بالوقت ده كانت الأم جعانة جدا، فطبعا سابت أولادها عشان خاطر عايزة تاكل، حطت لها أكل وسابتهم شوية على ما أكلت وشبعت. بعد كده اكتشفت الاولاد بيصرخوا على الاخر، اكتشفت ان عندها مشكلة كبيرة، وهي ان صدرها جاف جدا. ويعني حاولت ادور على فين الحليب موجود، لقيت مش في كله، يعني بس يدوب من عند رجلها من الخلف بس، هي دي اللي موجود فيه، والباقيين ناشفين خالص وعليهم كأنه في طبقة. فروحت جبت مية دافية وقطنة وحاولت ان انا امسح حواليه، ويعني اطر المكان واشيل الطبقة دي كأني قشرة كده مخبية المكان. فحاولت بكل الطرق ان انا اساعدها، وهي كانت مستسلمة على الاخر، عشان هي انا لقيتها هي اصلا وانا انا قاعدة رايحة جاية حواليا، فحسيت ان في مشكلة هي بتواجهها، هي مش عارفة تردع اولادها او اولادها جعانين ومش عارفين ياخدوا منها الحليب. حاولت بكل الطرق ان انا ان انظف المكان وان اخليه طري سوفت، فيري سوفت يعني، بالمية الدافية، وحاولت كده ان اطلع منه الحليب. وقلت بقى، فكرت ان هم لما يمصوا منها ان شاء الله يجي بعد كده بقى، من كتر لما من كتر ما هم يتغذوا منها يجي بعد كده. وحاولت ان انا ساعتها وهي كانت مستسلمة لي على الاخر. Thank you.
الحمد لله بعد تعب الأولاد بدأوا بقى القطط الصغيرة يعني بدأوا كده بس بعذاب، هم مش عارفين يتمكنوا من ان هم يرضعوا. حاولت يعني كده واحد بواحد ان هم يرضعوا من أمهم، وهي برضو كانت نايمة كده ونايمة على جنبها وسايباني بقى أتصرف أنا.
الساعة 9 تقريبا كانت هديت خالص، وكان القطط الصغيرة بدأوا خلاص يعني شوية يعني يرتاحوا ويهدوا، وهي هديت خالص. بعد كده بقى جاء الأب حوالين المكان ويشوف كده أولاده، وبعدين فضل بقى قاعد جنبهم بقى لحد بالليل بقى لحد الفجر. بعد كده انا خفت ان هي ان الاولاد القطط الصغيره ما يكملوش رضاعه منها، فبعدت جبت دي احتياطي، خفت لو هما بالليل ما يرضعوش منها، لان هي واجهتها مشكله قبل كده في الولاده اللي قبل كده، وانا ما كنتش اعرف ان عندها مشكله. ف يعني اول مره ولدت كانت كويسه، بعد كده المره اللي بعدها كانت عندها بقى المشكله دي اللي هي صدرها ناشف. فانا حاولت المره دي ان انا اتصرف واساعدها عشان خاطر ان انا يعني احاول انقذهم واعمل اللي عليا.